السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيد محمد وعلى وصحبه أجمعين. الله يحييكم في كل جديد وغريب ومفيد معنا في عالم المحركات. تابعونا اليوم. اليوم الله يسعدكم، مش مجرد نقل عروض، لكن أول شيء نبارك افتتاح فرع جديد، فرع شارع الأمل لشركة المجدوعي بوجو. افتتحوا الفرع لسكان جدة أخيراً، الحمد لله، يعني فرع جميل ومرتب. باركنا لكم على الفرع لسكان جدة، وحنتكلم معاكم اليوم على الصيانة، على العروض الثانية كاملة، فخليكم نديكم، يصير عندنا العروض وعندنا الصيانة حقتهم، مراكز الصيانة والفرع الجديد حنغطي لكم إياه اليوم. معرض الأمل أول معرض في جدة، وعندنا ثلاثة مراكز صيانة. عندنا في الأمل صيانة سريعة 280 متر، وعندنا اثنين بيز يكفي اثنين لثلاث سيارات، صيانة جدا سريعة غير زيت. وعندنا في باخشب وفي صاري مراكز صيانة كاملة متكاملة، بحيث أنه عندنا بالشكل ده، وعندنا تطبيق أطلبها برضو كمان لتوفير قطع غيار في المملكة في أي مكان في أي وقت. مواعيد دوام المعرض من 9 الصبح لتسعة بالليل متواصلة 12 ساعة. وعندكم كمان الله يسعدكم، عندهم الصيانة 40,000 كيلو مجانا، عندهم 5 سنوات مساندة على الطريق. وخلينا نكمل لكم باقي العروض على السيارات في الجمعة البيضاء. شايفين كلمة الجمعة البيضاء؟ خلينا نقول لكم إيش الجمعة البيضاء هذه. خلينا نديكم تذكير على مواصفات السيارة، احنا صورنا لكم هي قبل كده بالكامل، نديكم تذكير على المواصفات وقبل ما ندخل في العروض. المواصفات حقت السيارة كالآتي: عندكم القيادة السلسة اللي هي عملية الرؤية البعيدة، من ناحية الطبلون يكون منخفض شوية، والعدادات تقدر تشوف البعيد بالكامل بكل سلاسة وسهولة. عندك الشاشة ديجيتال كمان واضحة. عندنا الجير، زر تشغيل المحرك ودخول ذكي للأربع الأبواب. عندنا الله يسعدكم الشاشة الأمامية في الطبلون 8 إنش باللمس، فيها بلوتوث وأبل كار بلاي. عندنا شاحن وايرلس للجوال لاسلكي، وعندنا كمان الله يسعدكم الحساسات الأمامية والخلفية وكاميرا للرؤية الخلفية، الجنوط 17 إنش، وعندنا 6 إرباقات كاملة في السيارة، وهذا واحد من الأشياء الجميلة في السيارة دي، عملية السيفتي كاملة. هذه في البوجو 508 الأكتف اللي هي أقل فئة في البوجو 508. شرحنا لكم أقل فئة، أنا ما بتكلم على أعلى فئة، أنا بتكلم على أقل فئة اللي هي الأكتف، وفيها المواصفات الجميلة في 508. الآن هندخل على الأكتف 5008. صراحة كمان جربت لكم 5008 و3008 من أجمل السيارات، وال 508 تقريبا. وشرحنا لكم على الفان البضائع وفان الركاب، بأمان عندهم سيارات جدا جميلة. خلينا نكمل الآن على 5008 الأكتف، أقل فيها إيش المواصفات الموجودة فيها للتفكير قبل ما ندخل في العروض. شيء اللي زي يعني حتلاقوا تشابه كثير جدا جدا، تقريبا هي نفس السيارة 508، بس اللهم إنها مرتفعة وثلاثة صفوف ركاب. فعندنا حكاية الدركسون، المدى، الرؤية البعيدة. عندنا الله يسعدكم الشاشة الديجيتال بالكامل قابلة للتغيير 12.3 بوصة، العدادات الأساسية للسواق. عندنا زر تشغيل ذكي. عندنا كمان شاشة أمامية 8 إنش تعمل باللمس، وعندنا شاحن وايرلس، وعندنا الله يسعدكم كمان حساسات خلفية للرجوع 180 درجة تقريبا تغطي، وعندنا 5 مقاعد واثنين خلفية صاروا إجمالي 7، و6 إرباقات كاملة أمامية وخلفية على السيارة هذه. طبعا تكلمنا على الصيانة، تكلمنا على الفروع الله يسعدكم، وتكلمنا على الدوام، عندهم كمان سيارات تجارب للي حابب. العروض إيش اللي موجود عندهم؟ عروض الجمعة البيضاء. عندنا عرض من راعي للتمويل، عندنا أول 3 أقساط عليهم، عندهم بدون دفعة أولى، بدون كفيل، وبدون رسوم إدارية، وتقسيط لمدة 60 شهر. وعندهم عرض ثاني كمان الله يسعدكم من الشركة الأولى، العرض الثاني من الشركة التمويل الأولى، وهذا العرض تدفعه 50% الآن، و50% الثانية تقسطوها بدون مرابحة لمدة بدون هامش ربح لمدة 2 سنين 24 شهر. بالشكل ده يصير عندكم طريقتين في عملية العروض أو في الجهات الممولة. في عندهم عروض تانية كمان على موديلات تانية 2021، بس يختلف من موديل لموديل، وهذه ترجعوا فيها للوكيل لتفاصيل إضافية. بشكل عام أديناكم الصيانة، الفرع الجديد، أديناكم المواعيد الدوام، أديناكم الله يسعدكم المواصفات السيارة والعروض اللي عليها، وأعطيناكم سيارات التجارب. أعتقد كده اليوم غطينا لكم كل شيء، وأعتذر إذا طولنا عليكم، بس حبينا نكون بما أنه أول فرع لبوجو مع المجدوعي في جدة بيتم افتتاحه رسميا، حبينا ندي حقه كاملا من المواصفات والتفاصيل اللي أي أحد حابب يعرف عنه شيء. شكرا لكم، متابعتكم كريمة، ونشوفكم عروض تانية كثير. شكرا.